هجوم الأحواز. المؤسسة العسكرية في إيران منهارة ومخترقة. المعنى الحقيقي لهجوم الأحواز في إيران أنه كشف الانهيار الكبير في المؤسسة العسكرية الإيرانية، فهو ليس هجوماً إرهابياً ولا تفجيراً يدبر عن بعد أو بعمليات انتحارية كما تفعل ميليشيات إيران في سوريا والعراق، لكنه تفجير مخطط له بدقة شديدة استطاع الوصول إلى قلب العرض العسكري الذي حضره مسؤولون إيرانيون كبار. المثير أن النظام الإيراني الإرهابي الحاكم في طهران لم يلتفت لهذا كله، وبدلاً من أن تحدث عملية سريعة للمراجعة من جانبه ومعرفة أسباب الاختراق والانهيار العسكري ومحاسبة القيادات المسؤولة، سارع إلى إلقاء الاتهامات جزافاً حتى أصبح أضحوكة وسط العالم. فليست دولة واحدة هي التي خططت للتفجير حسب تصوراته، ولكنها 9 دول أجنبية وثلاث خليجية ودولة إقليمية و4 تنظيمات و9 حركات، حتى يبدو أن العالم كله شارك في التخطيط لتفجير الأحواز. لكن الرسائل التي على نظام طهران أن يعيها من جراء هذا التفجير هي أن هناك مقاومة وطنية أحوازية تشتد ضده، وحتى لو لم يكن الأحوازيون هم من قاموا بالعملية هذه، فقد نبهت لحقوق الأحوازيين والأقليات في إيران وإلى عدالة مطالبهم. أما الرسالة الثانية فمفادها أن عدم إصابة أي مسؤول عسكري إيراني موجود على المنصة يطرح علامات استفهام كبيرة بشأن الجهة الداخلية الإيرانية التي نفذت هجوم الأحواز وقتلت الجنود والمدنيين. والرسالة الثالثة هي أن هناك اختراقاً أمنياً كبيراً داخل إيران وانهياراً عسكرياً، وعليه فلم يكن مستبعداً أبداً أن يكون خامنئي هو من يحضر هذا العرض العسكري. على الملالي أن يراجع سياساته وضباطه ويفتش في أوراق حرسه الثوري الإرهابي الخاصة.